للأسف نعيش الانحطاط الفني بسبب كثرة بنات الليل والفساد الفني بسبب الحفلات الخاصة اللي تيجي من وراها الهدايا والدعم الفني. طيب ورقصني ثانك يو يا جدع. حتى تشوفوا الخباثة وين، حتى تشوفوا الناس اللي في يوم من الأيام عم تحكي بشرف الشخص وبتحكي فيه بهالطريقة، رب العالمين شو يسوي فيهم؟ لأنه عيب، هي عندها بنات، في يوم من الأيام لازم تعرف أن الدنيا دوارة، الدنيا دوارة، عيب هالكلام اللي تقوله. وأنا أصلاً ما بدي أنه تحطوا هالكلام لأنه عيب، أنا بنت ناس وأشرف من الشرف، وعيب اللي قالته. هذا الموضوع أثر على أهلك؟ أثر على، لا ما أنا ما أثر، بس هذا الكلام عيب، لازم في يوم من الأيام تعرف أنه رب العالمين بياخد الحق، وهذا اللي صار فيها واللي حيصير. وأقسم بالله أنا بآمن بقدرة رب العالمين.